اليوم نجتمع للحصاد. كنتم وكنتن في جانب وزارة التربية الوطنية ومديرية التعليم من أجل إنجاح كل الأوراش التربوية فيها، واليوم نحن في حصاد. لكم كل الشكر والتقدير، ولكن أترك الكلمة للسيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي سيد خالد زروال. تفضل. مشكور للاحتفاء بمجموعة من التلاميذ والتلميذات اللواتي والذين تفوقوا على مستوى البكالوريا، وهذا التتويج هو فقط رمزي، نقصد من خلاله تتويج جميع التلاميذ والتلميذات والأساتذة والأستاذات ورؤساء المؤسسات التعليمية والمفتشين بالإقليم على النتائج المتميزة التي حققها الإقليم هذه. أساس أن المعدل الوطني هو 59%، ومن المتوقع جدا إن شاء الله أن تبلغ النسبة 80% في الدورة الاستدراكية. طبيعة الحال هذه النتائج المتميزة، والتي من خلال نتائج أخرى كذلك على مستوى الهضم الدراسي، بحيث لأول مرة تصل هذه النسبة الابتدائية إلى 0.05، وهي أدنى من أدنى وأدنى النسب على المستوى الوطني. طبيعة الحال ما كان هذا لتحقق لولا جهود الجميع، تحقيق الشباب ديال السيد العامل صاحب الجلالة عن الإقليم، هذا القطاع ديال التعليم الذي يحظى بدعم كبير من جميع المصالح الخارجية والأمنية والعسكرية. الكل أجدد الشكر باسم جميع نساء ورجال التعليم بالإقليم، أجدد الشكر لكم شخصيا سيد العامل على الدعم، لمسة أخرى من لمسات ديالكم على القطاع في الإقليم. بطبيعة الحال نحن لكم جميع رؤساء المصالح الأمنية والعسكرية والخارجية والهيئات المتحركة كما قلت. شكرا سيد العامل، شكرا لكل الحضور الكريم الذين شرفونا بحضور هذا الحفل الذي نريد من خلاله أن نقدم رسائل إلى التلميذات والتلاميذ أن الاجتهاد أن لكل مشاهد نصيب، وبالتوفيق إن شاء الله للجميع، ونتمنى أن يبقى قطاع التعليم دائما في إقليم خميسة قطاع متميز تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله. شكرا لكم. نجد دائما في الاستقبال في المراكز الدرك الملكي، قوات المساعدة والأمن الوطني. السلطات المحلية كذلك متابعة بشكل كبير لكل المحطات، لكل طابات جلالة الملك في واقع التعليم بمديرية إقليم خميسة. نحييك، وهذه تحية كذلك من التلميذات والتلاميذ اللي حصلوا على نتائج جيدة جدا، وحتى النتائج ديالهم خارج الإقليم. ابنتي وهنيئا للأم. شكراً، هنيئاً لك ابنتي وهنيئاً لك ابني، هنيئاً لوالديك. سيد 18.94 ولكن رتب دار التصحيح. هنيئا لك ابني وهنيئا لوالديك، مزيدا من النجاحات والتوفيق. حسن. والديك مزيدا من النجاحات ان شاء الله. هنيئا لك ابنتي وهنيئا لوالديك، مزيدا من النجاحات والعطاء. مسيرة ان شاء الله موفقة فيما تبقى من الدراسة. استسمح هذه البنية هذه دخلت قلت لها جيبي الوالد ديالك باش يدخل، قالت لي لا ما جاوش، قلت لها انا غادي نكون باك اليوم عطاطي غادي تصور معاك. هذا زمان جوج
الجبل. جبل حيزة. هنيئا لإبنتيك. الكريمة حاضرة. صورة جميلة جدا. سنتذكرها وستتذكرينها ابنتي. هنيئا لك. إذا وختام باسم سيد عامر تفضل. مشكورة. أتعبناك سيد عامر هذا الموسم الدراسي. الشكر والتقدير مهنيئا لك ابنتي. هنيئا لوالديك. مزيدا من شكرا. كما تتبعتم اليوم عمالة إخوان حميسة نظمت حفلا على شرف التلميذات والتلاميذ المتميزين الذين حصلوا على أعلى معدلات. تلميذة سكينة حصلت على أعلى معدل وطني في العلوم الإنسانية خيار الفرنسية، وباقي التلاميذ اللي حصلوا على الرتبة الأولى إقليميا في جميع المسالك. طبيعة الحال هذه فرصة باش نجدوا الشكر ديالنا للسيد العامل وجميع الشركاء ديالنا المتعاونين معنا، المجالس المنتخبة، المصالح الخارجية، المصالح الأمنية والعسكرية، الدعم ديالها المشروط لقطاع التربية الوطنية واللي كتساعدنا كثير كثير، سواء في الامتحانات سواء في جميع المناسبات والتظاهرات اللي كنظموها. وبطبيعة الحال ما ننساش نشكر وسائل الإعلام اللي كنقولها مرارا وتكرارا، المنابر ديال الإعلام الإقليم مواكبانا وكتعطي واحد الدعم كبير للقطاع، كتساهم في إشعاع ديالو، وهذا شيء جميل جميل جدا. مرة أخرى شكرا لكم جميعا. السلام عليكم. محمد ميروش، تلميذ في شعبة العلوم الرياضية ألف، مؤسسة موسى بن النصير، مدينة الخميسات. أول حاجة بغيت نشكر جميع الأطر الإدارية اللي نظمت هذا الحفل التكريمي وكبروا بنا على هذا الإنجاز اللي درناه. وهذا الإنجاز هذا اللي قدرنا نحصلوه، ما قدرناش نحصلوه فقط بالمجهودات ديالنا، حصلنا المجهود ديال مجموعة من الأساتذة. بغيت نقدم لهم الشكر، الأساتذة، الأطر الإدارية، السيد الناظر، السيدة المديرة. بغيت نقدم لكم واحد التحية من هذا المنبر. بغيت نشكر حتى الأطر الإدارية اللي ساروا وقدروا أنهم يحققوا لنا هذا الحفل هذا التكريمي. سيد العامل، السادة الرؤى. عليكم. معكم حنان إرخا، حاصلة على البكالوريا في شعبة علوم الاقتصاد والتدبير المحاسباتي، معدل عام 17-45 بمؤسسة عبد الله قنون مدينة الخميسات. أنا جد فرحانة أنني في هذا ليفينمون اليوم. كنشكر كاع الأطور اللي سهروا عليه، وكان الحمد لله في المستوى، والحمد لله قد كبروا بينا وداروا لنا، عطاونا جوائز، والحمد لله هذا سميتو انجاز. الحمد لله بريبارينا مزيان، والحمد لله داكشي اللي كتب راه جبناه الحمد لله، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سكينة الخميري، تلميذة حاصلة على اعلى معدل على صعيد الوطني في شعبة العلوم الانسانية خيار فرنسية من ثانوية سيدي علا البحراوي. اولا اود ان اتقدم بجزيل الشكر للسيد عامل الاقليم على هذه الالتفاتة الطيبة التي لا يمكنها الا ان تشجعنا على المزيد من العطاء. كما اشكر كل من ساهم في هذا الحفل وفي انجاحه. شكرا لكم جميعا، وشكر لأساتذتي والثانوية والأسرة أيضا اللي كتقدم لنا دائما الدعم والتحفيز. شكرا، شكرا لكم جميعا. والسيد عامل الخميسات يدعوكم لحفل شاي، وشكرا لكم وهيئا لكم وإلى الموسم. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتأكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغرب اليوم.